السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناه المصور محمد اليدي. الان هذا اليوم تقريبا هو الاخر في شعبان ان شاء الله، الله يدخل علينا واياكم هذا الشهر، هذا رمضان شهر الغفران والتواب والرحمه والمغفره ان شاء الله. اليوم بقى لنا واحد نهار على رمضان، غادي نشوفوا واياكم الاثمنه ديال المواد الغذائيه اللي كتستهلك بزاف نفسي غير وسميتو الاثمنه ديال الفواكه ان شاء الله. غادي نشوفوا نبداو ان شاء الله من الحي ديال بوكافر ومن ثم ان شاء الله غادي نطلع للسونتر. خليكم معنا. امشي دالنا الان كنتواجه هنا في الحي ديال بوكافر مع واحد مول الحانوت ديال المواد الغذائيه ديال الخضره. غادي نشوفوا الاثمنه ديال الخضره. السي وليد ان شاء الله مرحبا. السلام عليكم وليد. السي محمد الخضره الاثمنه ديال عافاك، الا ممكن تقول لنا الاثمنه ديال الخضره معكم عندكم هذا النهار هذا. سيدي عيب لي تسكرت بطاطا 100 ريال 80 ريال، اها وضعتني 90 ريال 5 درهم السكر، الحلوه 160 والحامض 10 درهم، الظليم 5 درهم، الجنبله 10 درهم ونبتات 360 الحلوه، مطيطة 80، الكورجيت 5 درهم، خيزو ونبتات 80 قري وحل 380 ريال، الخيار 100 ريال، دنجال 100 ريال، تلفين 100 ريال، الخص 160، البربة 100 ريال، الحارة 140، يبا هنا تسوق تزيدني 80 ريال، الأناناس وجدادية وتصبح حدا 180 سكر، الدلاع 5 دراهم سكر كيلو، ونزاورة هادية هي غلا صوفيا، فتيخ نغاورة 180 سكر. وعندنا الليمون 160، التفاح 10 درهم يسير، البنان 180، السويهله 160 يسير، بوعويد يسير 340، التفاح نتاع 10 درهم، الكيوي يسير 400 ريال، المونغ 500 ريال، بوعويد دابوكا 700 ريال، 340 الخوخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فباقيين في الروبورتاج اللي كنصوروا على اساس نشوفوا الاثمنة ديال المواد الغذائية والمواد اللي كتستهلك قبل رمضان ان شاء الله بنهار واحد هنا في مدينة تنغير. دابا راح عند الكزاب نشوفوا الاثمنة ديال اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء فين واصلة. يلا السي محمد عافاك، قلنا الثمن ديال الغنمي هذا واقيلا ياك؟ لا العنزير. العنزير. السلام عليكم بعدا، كيف دايرين؟ صحيح لاباس؟ الله ينوركم. الله يحد لباس. امين. فيما يخص الأثمنة عندنا العنزي جدي 70 درهم الكيلو. الإشارة بعدا، فين جا ذاك العنزي؟ منين جا؟ هو جوا ديال الله أعلم، جوا ديال الجبل هكا مسمرير صغرو إكنيون، المهم المنطقة الحمد لله راه عطا الله الخير. فيما يخص الغنمي هو لهذا الجهة، الغنمي كيدير 60 درهم الكيلو. والبقري كيدير 65. الحاجة النقية. فيما يخص الدجاج هو راه كيطلع وكيهبط. حاليا شحال كيدير؟ حاليا كيدير 460 الكيلو. واش كتحسبوا الثمن الحي ولا المذبوح؟ لا الثمن المذبوح، ما عندناش الحي يا خويا. الله يسخر. المذبوح اللي كان. الناحية ديال العبرة ديال الفيديو 40 درهم. 40 درهم الكيلو. ليكويس كدير 30 درهم. ايوا الكفته 90 درهم. 90 درهم الكيلو. كدير الكفته 90 درهم الكيلو. ايوا الله اعلم راه هادشي اللي عندنا. تحيه ودي سي محمد، الله يسلمك. ايوا جيم. واش تحيه ودي سي محمد. دوركم عاودني. تحيه ودي سي محمد. كما كنشوفوا حنا دابا هنا في الحي ديال بوكافر ان شاء الله غادي نشوفوا الاثمنه ديال الاسماك. يلا السي المدني هي قناك يا جماعه ان شاء الله. متى النوع دابا هذا؟ باش 5 الانواع عندنا التوا؟ لا الشرنين. شحال هي الشر؟ الشرنين 300. الشر مدير 15 درهم، سير هذا متى النوع دابا؟ هنا الروبيو. الروبيو شحال داير الروبيو؟ 500. شحال؟ 500. 25 درهم، اللي هو؟ بوجو. البوجو شحال داير الكولو؟ 500. 25 درهم. هذا؟ 16. 16 شحال داير 16؟ 600. شحال؟ 600. 30 درهم. هذا كان عرض السرديل شحال؟ 260.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنشوفوا الآن حنا هنا في المركز ديال المدينة، إن شاء الله نشوفوا الأثمنة ديال اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء هنا في تنغير، ونشوفوا الأثمنة ديال القطنية، المهم الأثمنة اللي عليهم داكشي ديال المواد الغذائية اللي كتستعمل بزاف. خليكم معنا. ماشي مشكل، كنا ردينا سي الأثمنة ديالنا راه صافي. بلاتي هذيك شحال؟ ماشي مشكل ماشي مشكل، غير عافيتيني داك الشحال. الثمن المصير؟ إيه الثمن المصير 260 ريال. أها الحر ولي زكزاون؟ زكزاون 300. هذه كوا 260 تيفلفل تيفلفلين 300. اها دو يخص الزيتون كان مزيان زيتون كوا 380 بويخص بويخص الرونديل 340 المجعب الثمن نختين داك ويل كيلو هذيا ويل كيلو 340 حس كوا بويخص 280 المشرمل حلو 300 المشرمل حار 300 ونقال 360. والسلام عليكم. الله يسلمكم الصحه ديال الله يرحم والدينا. كما كنشوفوا دابا حنا هنا في السونتر قدام واحد المحل كيبيع المواد الغذائيه، كيبيع بالكرو وكيبيع بالتقصير. ان شاء الله ندخلوا عنده نشوفوا ماذا نشوفوا الاثمنه قبل رمضان. السلام عليكم. صباح الخير مدير مانيش. نعم صباح الخير. وكاع في هذا خصك الاثمنه المواد الغذائيه تخصني صافي تحركنا بزاف اختي. خليك قبل الاقبال على حسب معنا قبل رمضان. اييه كلشي يلا. الزيت تبدي شحال انت؟ 40 درهم 800 درهم 40 درهم مليتر. اها مي ضرونا كلا تيني زاد تيني دغيا تيني ما زاد تيني حتى موجود 30 بزاف 30 تونس 30 مازال 30 ياك تيني تونس تونس. ايه واش ليش مازال حنا هذا من تونس تحموت اسمي سامبوت ثلاث المال شويه تبعت شويه غير قدرت تبعت شويه هنا ها هنا كود داينلاين ها الشباك ياس مزيرت الشباك ياس صنع عليه انت مزيرت هذا الشريحه تحموت حتى الشباك بعدا 600 كيلو 600 كيلو ها تحموت هنا 60 درهم كيلو 60 درهم تونات كيلو هنا تونات اها انت هنا تينين ما تين سكرين تين تين امارات تين امارات 900 كيلو ايه 900 كيلو نسيت كرز هذاك الشيء الحرف تخيل المغرب ديال الامارات استنى بعدا نشوف الخير نايزا كرز الحرف تخيل ديال المغرب ديال الامارات حتى حموت انا خير اه شحال حموت انت كلشي الحمد لله شحال 260 كيلو 260 كيلو هي من طهران من طهران شي وين زاكوره زاكوره تين المغرب تين مازير تاع حريت تاع حلاوت 60 دراهيني عاد نور تيتين كزات الاثمنه ضعف شي حاجه القطنيات هي هي القطني انا هو الجبله ونو حريب نوض من الجبله اي وناس دار لي وناس دار الجبله وحدي وحدي تاعنا اها وين الكرمود وين الكرمود تدوس وحدي تاعنا وين كل شيء نقيا واش حاس شي ورا هذا 100 كيلو بلا 100 كيلو وين الكرمود 260 الكرمود هو تبارية ولا ما هو صغر ان شاء الله قبل دي قبل دي اها ما كل ما كان ما دوك يخطفوا شي داك الجبله ميكس يباون يخطفوا كيلو 300 كيلو وين وين يباون خاصة هي 260 ها وين تمزين وين تمزين خاص خاصة انا بغيت تمزين تبدين 260 هي مواد كيلو 260 والله صحيح شكون في الشركة امشي ابديها 800 كيلو ها هو دايما او شو انت انا قلت 800 كيلو انا ونقلو 6 درهم 6 درهم كيلو اه هو دايما 6 كيلو العادية العادية شو عادية هو داري 200 شكون داري 10 درهم كيلو اه انت نمس اسكيف اسكيف العادي 6 درهم كيلو اسكيف العادي اه ماشي لا العادي لا ونفوس ونفوس او نفوس اصغر شحال السكيف 600 كيلو اي انتاج محلي انتاج محلي ني انا مصدر اي المواد المستعمله الزيتيه ولا الحلويات بطيء اي حي الكمون ابدي 1600 ابدي ارومي 900 نوز نوز السر غير صاد السر نوز غير صاد السر في المية مية يصير صاد ودان كمانس هذا صاد 1600 كوكو 25 درهم 500 زوزان 900 كيلو 1000 كيلو
الزبيب الا 900 و 800 الماركات العطريه بمسائل الحوت داك المستعمل الكوزينه. المهم المهم استيره السلعه تخير موجود الحمد لله كلشي لا بلا ما ادري سير السحام. ايوا اشوف الشعب بدا يسير السحام الشعب ارتيد الاثمنه صحيح يا المسكين ولا الميت تايدي هو المولى اللي دريم يجمع يجمع السلعه يا عمر تيكمي سبت يستر مولانا صح ان شاء الله يلا الله يرحمه الله يرحم مولانا بارك الله فيكم شكرا الله يرحمه سحمو كلمه سحمو لا سحمو خاص تاعي غير تيكني كلشي تيكني سحمو ما تجينيش شموك ستينارضي كلشي الا الحمد لله ثلاثين زوج ثلاثه دخل المغرب النيل المهم تخير لا كلشي خير الاسمنه ما فيها اتمنى المناسبه الاسمنه المناسبه شي 260 سالت وانا بالنسبه للمجهود راه سخن بزاف شحال هذيا مجهول لا مجهول سي 15% سبله سبله بوفقوس وانت داير 60 وانت اي بوفقوس شحال انت 3000 103 سلاح ما فيه 3000 جمعت ضغيط جمعت تاسك كتدو تزعيك شويه ان شاء الله ماشي اسكا على السم زهر رمضان الا تزريع ان شاء الله ما تشكلش في الخطوره تقلاي عندك كانت 480 ممكن تطبق رمضان غير تزيد 600 ياش حاليا دغيا خيان ظروف لا حاليا لازم موجود حاليا كانت 460 480 تبدين 30 شحال تبدين؟ تبدين 30 36 ريال الفلاطون شحال هي؟ الفلاطون 1080 كرمازيت 900 تبدين كرمازيت تبدين 1080 كروازي كانت 900 ريال 900 ريال اييه واخا يلاه كنعاونوا شكرا الله عليك الله يسلمك 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 الله يسلم